في تمام الساعة 7:30 من صباح يوم الجمعة الموافق للثاني من أذار 1956، نقلت الإذاعة الأردنية أنباء الخطوة الجريئة لجلالة الملك الحسين والتي لم يكن يتوقعها أحد، وحمل الأثير صوت المغفور له الملك الحسين وهو يحمل البشرى بنبرات قوية واضحة. أيها الضباط والجنود البواسل، أحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم ضباطا وحرسا وجنودا، وبعد فقد رأينا نفعا لجيشنا وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجري بعضا من الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش، فنفذناها متكلين على الله العلي القدير ومتوخين مصلحة أمتنا وإعلاء كلمتها. وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم النظام والطاعة. هنا بدأت الحكاية، حكاية جيش يحمل رسالة بيد وبيد يحمل قضية. هنا تأسست أول نواة للجيش ليصبح اللبنة الأولى في تأسيس إمارة شرق الأردن، جيش خرج من صفوة رجال ثورة وبقيادة عربية هاشمية وبقوام يقدر ب25 ضابطاً و250 جندياً وبمشاركة كوكبة من فرسان العشائر الأردنية. منذ اللحظة الأولى لبى الجيش النداء وارتفعت سواعد الأبطال لتكون حاضرة في الثاني من آذار 1921، تأسيس إمارة شرق الأردن. وفي عام 1927 صدر أول قانون للجيش حددت بموجبه المهام المناطة له ليبرز دوره في توطيد أركان الأمن والنظام وتعزيز سلطة الدولة وفرض هيبتها. تقاعد اللواء فريدريك جيرارد بيك والمعروف باسم بيك باشا، وتسلم الفريق جون باغوت كلوب المعروف باسم كلوب باشا رئاسة أركان الجيش العربي الذي ضمت صفوفه آنذاك عدداً من الضباط وضباط الصف الإنجليز. ومضى الأردن وجيشه العربي بسنوات كانت تحمل في طياتها بناءً وتطوراً وجهداً أثمر بإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية والمناداة بالأمير عبد الله بن الحسين ملكاً على البلاد. وإنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالاً تاماً على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه. وجاء جلالة الملك الحسين الباني وفي وجدانه استكمال الاستقلال والسيادة بجعل هذا الجيش عربي القيادة. صباح 29 من شباط 1956 وصل جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه إلى الديوان الملكي في ساعة مبكرة مرتديا بزته العسكرية وفي عينيه تأهب وتحفز وتحد للزمن، ليلتقي يومها رئيس الأركان كلوب باشا.
وبدأ جلالته حديثه مستوضحا منه عن رأيه في تعريب قيادة الجيش العربي الأردني. وكان رد كلوب أن هذه المسألة ليست بالسهولة التي تبدو عليها، كما لا يمكن لها أن تتم قبل عام 1985، وبشرط أن يبقى رئيس أركانها بريطانيا. ومع صباح يوم الخميس الأول من آذار عام 1956، أصدر جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه أمره لرئيس الديوان الملكي، ورغبته في عقد جلسة لمجلس الوزراء يرأسها بنفسه. ونفذ الأمر الملكي في الحال، لتنتهي جلسة مجلس الوزراء الملكية بإصدار قرار يحمل الرقم 198. لقد كان قرار الحسين قراراً سيادياً مهماً وخطوة كبيرة على المسار الصحيح لاستقلال الأردن من النفوذ الأجنبي، ونقطة تحول هامة في تاريخ العرب الحديث، ودافعاً قوياً للأردن للدفاع عن استقلاله وكرامته وحريته، وتأسيساً لما بعده من قرارات صبت في صالح الوطن وجيشه العربي. فكان إلغاء المعاهدة البريطانية عام 1957، والتي كانت تقيد الأردن عسكرياً وسياسياً، ليتمكن الجيش العربي من الاعتماد على نفسه وتطوير ذاته والقيام بواجباته تجاه قضايا أمته ووطنه. واليوم وبعد مرور 100 عام على تأسيس الأردن، ما زال جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله على خطى الآباء والأجداد، وما زال حب واهتمام القائد للجيش أساساً في تأهيله وتدريبه وتطوره حتى غدا أنموذجاً في المنطقة والعالم، ومثالاً يحتذى بين جيوش العالم في قوته وانضباطه واحترافيته. اللي نحن أخذنا من أبانا وأجدادنا شعار جيشنا، جيش العربي، ومش بالصدفة. من تأسيس بلدنا كنا باستمرار مع إخواننا الفلسطينيين، وكنا قوة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. تاريخنا مع أشقائنا العرب، والحمد لله على مستوى العالم وقفنا مع المواطنين وحمينا بلدان كثير بأوروبا، بأفريقيا، بآسيا، بجنوب أمريكا. فالحمد لله. أنا أعتقد الجيش العربي اللي دليل للجيل الجديد إنه نحن بنقدر نمشي للأمام بقوة لكمان 100 سنة. فكل شكر لكم واللي خدموا بلادهم والقوات المسلحة
من تأسيس بلدنا وجيشنا، وأنا فخور جدا أني أكون جزء من قصة الجيش العربي.